7 تمارين فعالة للتخلص من دهون الخصر والظهر. غالباً ما ننسى ظهرنا لأننا ببساطة لا نستطيع رؤيته ولا نلاحظ كيف نقف بترهل حارمين عضلاتنا من النشاط البدني، ونتيجة لذلك فإنها تتراخى وتظهر الطيات المزعجة. قم بأداء هذه التمارين البسيطة والفعالة بانتظام في المنزل لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع لشد عضلات ظهرك. التمرين الأول هو الانحناء إلى الأمام. قف بشكل مستقيم مع ترك مساحة صغيرة بين قدميك، ثم انحني للأمام دون ثني الركبتين. حاول الوصول إلى الأرض بيديك. يمكنك إجراء مجموعتين أو 3 من 10 إلى 15 مرة، وسترى نتائج مذهلة بعد وقت قصير جدا. التمرين الثاني هو الانحناء إلى الجانب مرة أخرى. قف بشكل مستقيم مع ترك مساحة صغيرة بين قدميك. ارفع يدا واحدة وضع راحة اليد على مؤخرة رأسك. خذ وزنا في يدك الأخرى وأنزله للأسفل، ثم قم بعمل انحناء قصير تجاه ذراعك باستخدام الوزن. قم بعمل 3 مجموعات من 15 إلى 20 مرة للتخلص من الطيات في جانبيك بسرعة. التمرين الثالث هو تمرين الضغط. تمارين الضغط هي واحدة من أفضل التمارين لشد عضلات ظهرك. أولاً، خذ وضعية اللوح الخشبي. حول مركز الثقل في جسمك إلى ذراعيك. اخفض جسمك مع ثني ذراعيك من المرفقين، ثم عد إلى الوضعية الأولى. 2 إلى 3 من 20 إلى 30 مرة هو كل ما تحتاجه لجعل ظهرك قوياً. التمرين الرابع هو وضعية القوس. استلقي على بطنك واسحب ذراعيك للأمام. اثني ظهرك رافعا رأسك وذراعيك وساقيك للأعلى، ثم امسك بكاحليك. خذ نفسا عميقا وابق في هذه الوضعية لبضع ثوان. أثناء الزفير أرخي عضلاتك وعد إلى الوضعية الأولى. يمكنك إجراء مجموعة من 20 إلى 60 ثانية بانتظام، وستلاحظ التغيرات في وقت قصير جدا. التمرين الخامس هو السوبرمان. أولاً، استلقي على بطنك ومد ذراعيك وساقيك. ارفع ساقيك وذراعيك في نفس الوقت مع ثني ظهرك. ابق في هذه الوضعية لبضع ثوان، ثم عد إلى الوضعية الأولى. قم بإجراء 3 إلى 4 مجموعات من 15 إلى 20 مرة، وفي وقت قصير جداً ستبدو مثل السوبرمان نفسه. التمرين السادس هو رفع أعلى الظهر على كرة التمارين الرياضية. استلقي على بطنك على الكرة. قم بوضع ساقيك على الأرض مع ترك مساحة بين ساقيك ويديك على مؤخرة رأسك. قم برفع وخفض كتفيك وأعلى ظهرك مع الحفاظ على رقبتك مستقيمة. قم بمجموعة أو مجموعتين من 12 إلى 15 مرة للحصول على ظهر مشدود وجميل. التمرين الأخير يسمى الجسر. هذا التمرين فعال للغاية، ولكن قد يكون من الخطر القيام به دون تحضير. لذلك لا تبدأ بتمرين الجسر إلا بعد بضعة أسابيع من التدريب المنتظم على التمارين السابقة. أولاً، استلقي على ظهرك مع ثني ركبتيك. اضغط راحة يديك على الأرض فوق رأسك. قم برفع الوركين والكتفين برفق مع ثني ظهرك. اثبت في أعلى نقطة لبضع ثوان. قم بخفض ظهرك إلى الأرض برفق للعودة إلى الوضعية الأولى. قم بعمل حوالي مجموعة أو مجموعتين من 3 إلى 5 ثوان، وقل وداعاً لكل هذه الطيات المزعجة. هل وجدت هذا الفيديو مفيداً؟ إذا كانت إجابتك نعم، فامنحه إعجاباً، فهو مهم جداً لنا. إذا كنت تزور قناتنا للمرة الأولى، انقر على خيار الاشتراك للبقاء على الجانب المشرق من الحياة.